السلام عليكم. احنا النهارده هنتكلم عن البرايتس والاتش سكالب. دي اكتر حاجه بتقابل اي دكتور في عيادات الجلديه. اي واحد بيدخل بيشتكي اول حاجه انه بيخش. فاحنا هنبتدي نشرح اول حاجه ايه الكومن ايتشنج اللي بيجي على البادي كله. تمام. وهو اول حاجه هنتكلم عنها النهارده السكيتس. السكيتس هو الجرب باللغه العربيه. تمام. اول حاجه بيدخل عندنا العيان بنساله بيشتكي من ايه، فبيقول بيشتكي من هرش. الهرش ده لازم يبقى له كاركتر كويس شويه، ان هو بيشتكي بالليل مثلا، بيهرش بالليل جامد او بيهرش طول النهار بس كومن ات نايت. هنبدا نتعرف دلوقتي عن ايه اللي بيعمل سكيتس وايه المود اوف ترانسميشنز وايه الكلينيكال بيكتشر اللي بتخلينا نوصل للتشخيص عشان نبدا العيب. اول حاجه السكيتس الايتيولوجي بتاعه هو ساركوبتس كاباي هومينس. ايه البريديسبوزنج فاكتور اللي عندي؟ هو الاوفر كراودنج اند بور هايجينز والحروب بقى والحاجات الكوارث الطبيعيه بالنسبه لي. مهم جدا، مش شرط الناس اللي بور هايجينز يجيلهم كلهم سكيتس، مش شرط، لكن برضو عندي الهايجينز بيبقى كويس وتلاقي الناس سكابتكس، الناس اللي بتروح اماكن في فنادق في اي حاجه بس بنلاقي النظافه ما بتوصلش لدرجه عاليه ممكن يحصل سكيتس. بنشوفها كتير جدا في السجون، الناس اللي بتيجي مسجونه او في اقسام البوليس والكلام ده بيجي عندهم سكابتكس كتير قوي. نتكلم عن مود اوف ترانسميشن، بيتنقل من انسان لانسان وممكن من حيوان لانسان. طبعا لازم كلوز بيرسونال كونتاكت لفتره، مش شورت تايم، لازم لونج تايم، من الانيمالز دوجز او كاتس او رابتس او بيردز. تمام. وهنعرف بيتنقل ازاي. مهم جدا بقى ازاي اشخص ايه السكيتس بالنسبه لي. كلينيكال بيكتشرز واضحه جدا بتبقى. اول حاجه بيجي لي اهم حاجه الاتشنج ده مكانه فين، عشان اعرف يجي يقول لك انا سافرت في مكان معين امبارح او اول امبارح وهرشت، هل ده معناه ان هو ظهر عليه اعراض السكيتس؟ لا، الانكوبيشن بيريود بالنسبه لي من 3 ل 4 اسابيع، فدي ما احطهاش في دماغي، لا دي ممكن تبقى انسكت بايت رياكشن اي حاجه. انما السكيتس الانكوبيشن بيريود من 3 ل 4 اسابيع، يبقى لازم في لونج ديوريشنز بالنسبه لي عشان يبدا يظهر ايه الكلينيكال بيكتشر. الديستريبيوشن مهم جدا، عشان اسال العيان الهرش فين لازم اقول له الهرش ده في ايديك في اي حته في الانتر ديجيتال اير. ازاي انتر ديجيتال؟ بساله الهرش بين صوابع ايديك ولا لا. مهم جدا دي السايتس، الاماكن اللي بتبقى فيها وورم يعني دافيه، فهنلاقي ان البارازايت الاكتو بارازايت ده بيحب الاماكن دي. تمام. الفليكسور اسبكت اوف ذا ريست زي ما احنا شايفين هنا في المكان ده بالظبط، بلاقي سيفير اتشنج وعامل اكسكورييشن في السكن. تمام. وايه ومعانا بابيولز وفاسيكلز وايه وكل الايه الليجن اللي هنقول عليها. تمام. هلاقي في الاكستنسور سيرفيس اوف ذا البو، هنمشي واحده واحده، انتيرور باتوكس، هلاقي في الابدومين، بس بدور فين في الابدومين؟ بدور على بيري امبلايكل حوالين الابدومين، بيت حوالين السره هنا كده، كل الليجن بيكون موجود اول اوفر ذا ابدومين بس مينلي بيري امبلايكل. هنشوف في الاكستنسور ايريا اوف ذا ني والانكل والتو. مهم جدا جدا. طيب مهم جدا كمان ان احنا بنشوف ان هو كمان بيجي على الجينيتاليا والاكزيلاري فولد، انهي جزء في الجينيتاليا في الميل بيجي على الشافت اوف ذا بينس، وبيجي على الجلانس بينس، وبيجي على السكوتن، والسكوتن بيجي عليه حاجات كاركترستيك بتبقى على شكل نوديولز، نوديولز، وفي البينس كمان بيكون الشافت اوف بينس بنلاقيه نوديولز. تمام. طيب الديستريبيوشن ده في كل الادلت. تمام. انما في الانفنت الشكل مختلف. كل سكان سيرفيس عندي بيكون سستبل تو بي انكلودد باي كلينيكال بيكتشر بلس السكالب والفيس، يعني كل سطح الجلد في الاطفال بيكون انفكتد. طيب بيجي اكتر في الاطفال لما الست بيكون عندها سكابتك الام وشايله البيبي على ايديها، تلاقي البيبي عند بيبقى سكابتك. مهم جدا نعرف ان في الادلت السكيب از نوت افكت الفيس والنك، يعني عندي الفيس والنك بيكون فري اوف ذا ليجن. تمام. هنعرف بقى ايه اشكال الليجن المتاحه بالنسبه لنا. زي ما احنا شايفين كده في الصوره، في عندي بابيول، في عندي فاسيكلز، في باستيولز لو هو انفكتد. طيب ايه انواع الليجن؟ قلنا الليجن عندي في السكيبز بليومورفيك. يعني ايه بليومورفيك؟ يعني في مالتيبل
multiple lesions، أشكال مختلفة in the form of papule، في scales، في vesicles، في bully crust pustules nodules واكسكوريشن زي ما احنا شفنا. لكن البرايمري ليجن بالنسبة لي والكاركترستيك ليجن بتاع السكيلز هو البرو، يبقى ده البرايمري ليجن هو البرو. اتكلمنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت عن الأكني، وقلنا الأكني برضو بليومورفيك في الفيس، في عندي كوميلونز وكانت كاركترستيك ليجنز، وعندي بابيولز وعندي باستيولز، لكن عندي هنا هو كمان السكيب سكان بليومورفيك، عندي بارو وبابيول وسكيل وباسكيلز وكل الليجن اللي بنشوفها. بالنسبة لو رجعنا للصورة اللي قبليها اهو، احنا عندنا هنا اهو الاكسكوريشن وعامل كراستيشنز من كتر الايتشنج، وعندي بابيول وعندي باسكيلز رابتشرز تمام، وعندي باستيولز اهي تمام. وادي هنا اذر بيكتشرز برضو، هنا باين عندي البابيولز وعندي الاكسكوريشن، وادي الايتشنج خط يعني الضافر ماسك معور الجلد بالطول. ازاي هشخص السكيبس؟ السكيبس بيعتمد اول حاجه على الكلينيكال بيكتشر اللي انا شايفها، هيستوري من العيان تمام، بالايتشنج اول اوفر ذا بودي مينلي اتانايت، هنلاقي الممبرز اوف ذا فاميلي افكتد، نلاقي في برضو افراد من الاسره تانيين بيهرشوا تمام، وهم سافروا مكان او جالهم ضيوف من فتره وباتوا عندهم، وكان الناس دي مثلا اتشي وعندهم العدوى ابتدت تنقل. يبقى بالنسبه لنا هو زي ما احنا قلنا السكيب سسبكتد نوكتورنال ايتشنج ايربشنز سبير فيس اند نيك، قلنا في الادلت الفيس والنوك النيك نوت افكتد والانتر سكابولار اريا، يعني انا لو بفحص عيان هبص الاقي هو ايتشنج اول اوفر ذا بودي اكسبت فيس والهيد والانتر سكابولار اريا، اول حاجه بحطها ديفرنشال دايجنوزس ان ايه، انا اقول ده العيان ده سكيباتيك لحد ما اوصل لايه للتشخيص، ومعايا تيبيكال كلينيكال. في ستيب تانية للتشخيص، او ممكن لو انا يعني مش واصل وانا عايزه اتاكد هعمل له كونفيرمنت داي، هعمل جنتل سكرابنج للبارو اللي موجود اللي هو مين دي بلاقيه بيري امبلايكل بي سكالب بحاجه بآلة حد هنبص عليها، وابتدي اخد الماتيريالز اللي طالعه دي واحطها على سلايدز واحط دروبس 10% بوتاسيوم هيدروكسيد عليها وابتدي افحصها تحت الميكروسكوب تمام. هلاقي فيه ايه؟ هلاقي المايتس او الايجز او فراجمنت اوف اكس شل اللي كونفيرمد دايجنوست. مهم قوي الويب سبيس ده، مهم قلنا في الكلينيكال بيكشر ده حاجه دايجنوستيك ان انا الاقي ايه الاكسكوريشن والايتشنج والبابيول في الانتر ديجيتال ويبس دي. طيب جالي عيان ايتشي اول اوفر، اول حاجه بحطها اقول قلت ان ده سكابتك، في اذر ديفرنشال دايجنوز ممكن احطه إيه ان ممكن العيان ده ايتشي، احنا بنتكلم عن ايتشي جلوبر ذا بودي، ممكن احط حاجات تانية كتير، ممكن احط بابيولار ارتكاليا تمام، ممكن احط انسكت بايت بيعمل لي رياكشنز ويعمل لي ايتشنج اول اوفر ذا بودي، ممكن احط كونتاكت درماتايتس، ممكن احط اتوبيك درماتايتس، كل دول بحطهم في مخي كده وانا بحاول اشخص الحاله واعمل ايه وافرق بين كل واحد من التاني. ايه انواع السكيبز؟ السكيبز انواع، السكيبز انواع، في الاوردينري سكيبز اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هي الكلينيكال فيتشر بتاعه بلاقيها موجوده في الهاند والريست بتاع الهاند، وبلاقي في الاجزيلا، بلاقي في البريست، بلاقي في الجينيتال اريا، هلاقيه اول اوفر ايتشنج اول اوفر ذا بودي. طيب سبيرنج الهيد والنيك والانتر سكابولار اريا في الادلت، كل ده الاوردينري كلينيكال فيتشر اوف ذا سكيبز. في انواع ثانيه، السكيبز في الانفانت، قلنا السكيبز في الانفانت افكت فيس والبالم والسول كل السكن سيرفيس اوف ذا انفانت ان اديشن اليوجوال افكتد سايت، يبقى كله بيتاثر. وبيبقى مهم جدا في الانفانت ان انا بشوف فيزيكولار ليجنز، هو الكومن بالنسبه لي مش البارو، البارو بيكون في الاوردينري، بيكون في الاوردينري سكيبز، لكن في الانفانت بشوف اكتر حاجه فيها الفيزيكولار ليجن فيزيكلز وكومن على البالم والسول. في نوع تاني بنقابله بنشوفه هو الانيمال سكيبس، الناس الفلاحين والناس اللي بتركب بتمشي وبتربي حيوانات، او دلوقتي طبعا كومن الحيوانات موجوده في البيوت ممكن يجي لها سكيبس، ممكن يجي لها سكيبس. مثلا زي مثلا واحد فلاح وراكب حمار والحمار ده عنده سكيبس،
الفلاح ده هيجيله سكيبس فين؟ هيجيله سكيبس في الصاين، في المكان اللي كونتاكت مع ايه، في المكان الكونتاكت مع الفلاح، فهيجيله في الصاي وهيجيله في الليجز، هيبتدي يهرش في الاماكن دي. هل هنا ايه الكاركترستيك ليجن؟ البارو مش موجود خالص، يعني مش هلاقيه بيهرش في بطنه وهلاقي كلينيكال بيكتشر بتاعته، البارو مش موجود. الليجن اوكير ات سايت اوف كونتاكت ويز ذا انيمال، كونديشن بيكون سيلف ليميتنج وبيكون ايه مايلد وبيروح لو هو بعد عن الحيوان. مهم جدا انيمال سكيبس بنحطه في دماغنا لان هو بيجي بشكل مختلف تماما. طيب في حاجه اسمها سكيبس انكوجنيتو، يعني ايه سكيبس انكوجنيتو؟ يعني عيان بيهرش في كل جسمه وراح لدكتور والدكتور شخصه كونتاكت درماتيتس عاديه، اكزيما عاديه، وابتدى يديله ستيرويد، والعيان خد التوبيكال ستيرويد او السيستميك ستيرويد وابتدى يتحسن، هو اتحسن بس ما خفش. يبقى عندي معناها ان ايه، انا عالجت العيان غلط بس اديته ستيرويد، شخصت غلط واديت ستيرويد، العيان حصل له ايه؟ حاجه اسمها سكيبس انكوجنيتو، ابتدى الساين والسيمتومز تبتدي تقل، لكن هو ما خفش بسبب الايه، الادمنستريشن اوف توبيكال او سيستميك ستيرويد. ده نوع مهم جدا وبنقابل حالات كتير بالسكيبس انكوجنيتو، بيكون الدايجنوزس اسكيب وما عرفناش نشخص وابتدوا يديها الاستيرويد بالنسبه لنا وادانا الصوره المختلفه. في حاجه اسمها سكيبز انكلين، يعني الناس اللي بتستحمى كتير ومضاف جدا 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 وحصل لهم انفكشنز بالصدفه تمام، وبيستحموا كتير وعندهم ايتشنج وهم عمالين يستحموا، بيروح يكشف بسبب الايتشنج ده بنلاقي البارو صعب جدا نشوفه خالص، مش البرايمري ليجن مش موجود عشان الفريكوينت باسنج ده، فهو بيعمل ايه؟ ان البارو مش موجود، لان البارو دايما بيكون موجود في الابيدرمس، بيكون سوبرفيشال لاير مش موجود، فبنلاقي فبنديله التريتمنت عشان يتحسن. يبقى لازم نحط في دماغنا ان ممكن العيان يجيلي مش بالبرايمري ليجن بالنسبه لنا البارو ما بيكونش موجود، ده بيكون في السكيبز انكلين، لكن السايد اللي بنقول عليه بيكون موجود، بلاقي اتشنج في السايد دي كلها بس مش شايف ليجن. في حاجه اسمها نودولار سكيبس، ايه النودولار سكيبس ده؟ نودولار سكيبس من اسمه هو عباره عن الليجنز عباره عن نودول، النودولز كل جسم تمام، وبرزستنت فتره طويله، فتره طويله قد ايه؟ شهر؟ مش كنا بنقول ان هي بتعيش شهر وبتبتدي كلينيكال مانيفستيشن؟ لا بتعيش اكتر من شهر. وكمان بعد ما بياخد اديكوت سكيبس سيرابي. طيب كومنلي فين بلاقيها؟ اكتر نوديولز دي في الجينيتاليا والكرور ايريا والاجزل. بنقول ان النوديولز دي بلاقيها ريبريزنت ايه؟ هل هي معناها ان البارازايتس موجود، الاكتوبارازايتس ده موجود؟ كونتينوس هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، يعني مشكلتنا في هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يعني دلوقتي البارازايت الاكتوبارازايت مش موجود في الجسم خالص لكن في رياكشنز ليه موجود وبيستمر فتره. بلاقي زي ما قلنا بنلاقيها نوديولز في الجينيتاليا، بلاقيها على السكوتم، على الجلانس بينس، على الشافت اوف ذا جلاند، وممكن الاقيها في الاجزاء. طب العيان ده بياخد علاج السكيبز؟ بياخد علاج السكيبز وبيخف، لكن النودول دي بيرزيستنت. طيب بيرزيستنت نودولار سكيبز، طيب علاجها ايه ساعتها؟ علاجها بديها توبيكال او انترانيجن، بديها توبيكال ستيرويد. طيب لو ما تحسنش بالتوبيكال ستيرويد فور تايمز، هبتدي اديله انترانيجن ستيرويد في الليجن نفسه، بيبقى بدوز معينه تمام. يبقى مهم جدا اللي بنشوفه كتير جدا الاوردينري سكيبس، ده الكلينيكال بيكتشر تيبيكال سكيبس ان انفانت بنشوفه، لو الام بتكون انفكتد ومعاها البيبي بيبقى كاركترستيك بالنسبه لنا. انيمال سكيبس بنشوفه لو انت بتشتغل في مكان في الارياف، سكيبس انكوجنيتو بنشوفه كتير جدا، سكيبس انكلين بيبقى ضايع بقى في العيادات في ناس مش عارفه تشخصه، نودولار سكيبس كتير جدا، الناس اللي بتخف من الاوردينري سكيبس او التابيكال سكابيتك ليجنز بيجي لهم نودولار سكيبس مينلي في الجينيتاليا والكرور ايريا والاجزيلا على هيئه نودولز تمام. طيب في حاجه اخر حاجه هنتكلم عنها في السكيبس والكلينيكال تايبس بتاعته، الايه النرويجيان سكيبس. يعني ايه نرويجيان سكيبس؟ يعني سيفير سكيبس او بمعنى اخر كيراتوتيك سكيبس. يعني ايه؟ نورويجن سكيبس بتيجي في ناس معينه، مش كل الناس، مش اي حد يجي لهم نورويجن سكيبس، الناس اللي هي منتال ريتاردد والناس الاميونو كومبرومايزد تمام، دول اكتر انديفيدوالز افكتد. طيب بيقول لك ان النوع ده هايلي انفكشوس تايب، هايلي كونتاجوس تايب، ده معدي جدا تمام. ليه؟
لانه characterized by heavy crusted skin lesion with a thousand to millions of mites. يعني عندي كميات من الميتس كتير جدا جدا جدا. والنوريوجين سكيبس كمان مفيش اتشنج. العيان دايما انه كومبرومايزد ومنتال ريتاردد فمش حاسس، مفيش اتشنج بالنسبه لنا خالص. ده بيميزنا، بيبقى شكله مختلف تماما. ده النرويجيان سكيفز طبعا مختلف، هنلاقي فيه هايبر كيراتوزس والريسيمه زايده اول اوفر ذا بودي، مفيش مكان، مش هحدد بقى ايبيريا امبلايتال الكلام ده، كل الجسم افكتد وكله كراستد زي ما احنا شايفين. طيب جالي واحد سكيفز، ممكن يجي لي ناس سكابتك ومعاها كومبليكيشن. ايه الكومن كومبليكيشن اللي بتيجي مع السكيفز؟ بوست سكابتك برورايتس. عندي برورايتس، خد علاج للسكيفز وما خفش، فيلير اوف تريتمنت اور ان اديكوت تريتمنت، او واحد حصل له ري انفكشن او اريتيشنز من التوبيكال تريتمنت، او اكروفوبيا بنشوفها ناس دنها خايفه فبتقعد تهرش. تمام، كل دي اسباب او كومبليكيشنز للسكيفز. طيب او سكند بكتيريا انفكشن، ودي بنشوفها كتير قوي، سكند بكتيريا انفكشن، عيان من كتر الايتشنج حصل له ايروجنز وفيشرز وابتدى يحصل له سكندري انفكشنز باي بكتيريا، فيحصل له سكند بكتيريا انفكشن. لو اجالي عيان ومعاه سكند بكتيريا انفكشن لازم اعالج البكتيريا انفكشنز قبل ما ابدا علاج السكيفز. هنتكلم على المانجمنت. انا لما بيجي لي عيان سكيبس ده وشخصت سكيبس، مش معناه انا بعالج الفرد لوحده، انا بعالج العيله كلها. لازم ان انا لو عالجت واحد وكل العيله ما زال فيها الانفكشنز موجود، البارازيتك انفستيشنز دي موجوده، كاني بعمل ري انفكشنز ثاني لنفس الايه البيشنت، يبقى اول ممبر اوف ذا فاميلي شود بي تريت. مهم جدا في شويه انستراكشن لازم نقولها للعيان. ايه هي؟ ان الملابس بتاعته وكل فرش السراير بتاعته كل حاجه لازم تتغلي او تتكلي، بس الغلي طبعا احسن، لان احنا في الغلي بنوصل لدرجه الغليان بالنسبه لي المنيا، فعمري ما هاكوي حاجه على ايه الحاجات اللي تتغلي وايه الحاجات اللي ما تتغليش. الحاجات اللي تتغلي اللي هي كلها مصنوعه من الاقطاب، كل حاجه هي ما هي بيور 100% قطن، دي ممكن تتغلي توصل ل 100 درجه مئويه. طيب والحاجات الالياف او البليسترز ايه اخبارها؟ دي ما ينفعش تتغلي، انا بغسلها بقى، دي بتتغسل وتتكوي، دي ممكن تتكوي. او حاجه ثانيه، الحاجات اللي ما ينفعش تتكوي او تتغلي، اللي بيحصل لها انا بحطها في كيس بلاستيك كده لمده 10 ايام، واقفل عليها لمده 10 ايام، وبعد كده اغسلها وبعد كده اغسلها. فدي بتدينا فرصه ال 10 ايام دي ان ممكن لو اي مايس موجوده انها تبقى طايره. تمام، ده مهم جدا. لو عيان خد علاج من غير الانستراكشن، من غير ما اتبع هذه التعليمات، كاني بعمل ري انفكشنز تاني للعيان ده والاذر ممبرز اوف فاميلي. قلنا لو في سكندري انفكشن بريزنت، لو في بكتيريا انفكشن موجوده، يبقى لازم تتعالج الاول، لان كده بيبقى فيه ايروجنز وفيشرز كتيره، سهل جدا ان يحصل له سيستميك ابزوربشنز من الدواء الانتيستابيتيك ويحصل لنا مشاكل مختلفه. طيب ايه هو العلاج؟ هدي اول حاجه توبيكال ابلكيشن، زي ما هدي في توبيكال في سيستميك، امتى ادي توبيكال وامتى ادي سيستميك. توبيكال ابلكيشنز عندي دايما ات نايت، بالليل بيستعملوا فقط، سواء انفانت والالدرلي. طيب يبقى استعمله ازاي؟ سواء انا اديت كريم، سواء انا اديت لوشن، سواء اديت جل، اي توبيكال تريتمنت هيتحط بالليل من راسه ورجليه. يعني احط الراس والرجل ما عدا طبعا ده كل الناس الانفانت والارلي بس. طب في الادلت هقول له يا استاذ، انت هتبتدي تدهن الدهان اللي انا هديهولك من اول رقبتك لحد جسمك كله، ما تحطش حاجه على وشك ولا رقبتك، نهايه الرقبه ما يتحطش عليها. تمام، لكن في الانفانت والناس العواجيز تبتدي الاولد ايج، هتحط من الراس لاخر لصوابع رجلي. تمام، مهم الادلت لا، الفيس والنيك سبير. ايه هي التوبيكال تريتمنت اللي هستعملها؟ اول حاجه بستعمل سلفر، سلفر بريسيبيتيت في بجرعات بنسب معينه، 5% بحضره، 5% بحضره للاطفال، 10% بكتبه للادلت. طب هشرح له العيان، مهم جدا ان انت تاخد وقت شويه مع العيان عشان تشرح له ازاي تحط السلفر ده، بيتحط زي ما قلنا من اول رقبته لحد رجليه
في الادلت، لكن اللي في الانفانت في الاولد ايج بيستعمل من الهاف تو ذا اخر للتو. تمام، بستعمله لمده قد ايه؟ 3 لخمس ايام، هنقول 5 ايام كويس، وبنبص عليه بعد كده في الاستشاره. يبقى انا بدي العلاج طوبيكال بالليل ات نايت لمده 3-5 دايز. في اذر لاين اوف تريتمنت، جاما بنزين هيكسا كلورايد ده 1% برضو ات نايت، ده مره واحده مش كل يوم، اول يوم، وبكرر العلاج ده تاني بعد اسبوع. تمام، يبقى احنا عندنا السلفر ده ديلي لمده 5 ايام، انما الجاما بنزين هيكسا كلورايد ده في اول يوم هيحط فيه بالليل وهيكرر العلاج بعد 1 ويك. البرمسرين عندي في السوق 2 دوزز 2.5% وفي 5%، 2.5 للتشيلدرن 5% في الادر، نفس الفكره انا بستعمله برضو ات نايت وبعد كده بيحصل بعيده تاني بعد افتر 1 ويكس. الملاسيون 0.5% نفس الحكايه ات نايت ات داي 1 اند افتر 1 ويكس. كروتاميثون 10% ات نايت، ده بيكون ديلي فور 3-5 دايز. بنزايل بنزويت ايمالشنز 25% 33، ده بستعمله برضه ما بقاش موجود لان هو اريتيتنج. The only topical treatment used in pregnant female ulcer and permethrin، دول المتاحين بالنسبه لي للبريجننت، مش كل التريتمنت، عندنا 6 تريتمنت، انا الاثنين بس هم المتاحين، يعني اي واحده جايه بريجننت وسكابتك ما بدهاش غير البرمسرين او السلفر. تمام، ان كل دول كونترا انديكيتد في البريجنسي. انت هدي سيستميك ثيرابي، انا هبدا سيستميك ثيرابي في العيانين اللي عندي سيفير ليجنز نوت ريسبوندنج تو توبيكال تريتمنت افتر 1 ويكس، ما تحسنوش، ابتدي ادي ايه؟ هدي ايفرمكتين واورال انتي هيستامينك. طب الاورال انتي هيستامينك بعد اسبوع؟ لا، الاورال انتي هيستامينك ده مع التوبيكال تريتمنت. الايفرمكتنز ممكن ادي الاثنين مع بعض سيستميك وتوبيكال، لكن ممكن نكتفي بالتوبيكال والاورال انتي هيستامينك، ممكن ندي الايفرمكتن. تمام، في السوق اسمه ايفرزين تاب، ده كل التريتمنت بتاع السكيبس. مهم جدا، دي حالات مهمه جدا، ولازم العلاج بالنسبه لنا نحفظ اللاين اوف تريتمنت اللي بنعالج بيه السكيبس، لان الحالات دي موجوده كتير وهنشوفها كتير، مش سهل ان احنا ايه ما نقول الاسماء كتيره وصعبه، لا مش هنحفظها، دي مهمه جدا. تاني حاجه هنتكلم من البارازيتيك انفستيشنز عندي وبنشوفها كتير في العيادات برضو، الديبيكيوزس اللايس انفستيشنز. اللايس انفستيشنز عندي طبعا كومن، واكيد كلكم شفتوا حالات زي دي. حالات الامل بتيجي اكتر في اطفال في المدارس، في سن المدارس، وبتيجي برضو في الايه ملهاش روز بور هايجينز اور هاي هايجينز ولا سوشيال كلاس ولا اي حاجه، بتيجي ده انفستيشن بتيجي في اي سوشيال كلاس. الايتيولوجي بتاعها عندي ان هيومنز ار بارازايتس باي تو سبيشيز، بيديكيولوزيس هيومنز وسايروس بيوبس. بيديكيولوزيس هيومنز عندي تو سب سبيشيز بالنسبه لي موجود، هو البيديكيولوزيس هيومنز كابيتس حاجات بتصيب السكالب، وفي بيديكيولوزيس هيومنز كوربورنس بيديكيولوز بيصيب البودي. وهنتكلم اول حاجه عن الكابيتس، بيديكيولوزيس هيومنز كابيتس الهيد لاوس بالنسبه لي، قلنا كومنز امونج سكول تشيلدرن سبريد باي هاد تو هاد كونتاكت او اندايركتلي ثرو كومبس او برش. طبعا اطفال المدارس كل العيال قاعده جنب بعض في الفصول، بيصير بقى من هنا لهنا قاعدين لازقين مع بعض، دي بتنقل من دي لدي، ودايما بيصيب الناس اللي شعرها طويل اكتر، واحده استعملت مشط واحده ثانيه صاحبتها جربت فتنقل اللايس من مكان من الشعر ده للشعر ده. بيبان ازاي؟ كلينيكال بيكتشرز، اول حاجه العيان بيجي يشتكي من سكالب برايتس، اتش سكالب، اول واحد يجي يقول لك هرش في دماغه، وتحط اول حاجه في دماغك البيديكيلوز بغض النظر عن السوشيال كلاس. سكالب برايتس از كاركترستيك مانيفستيشن اوف هيد لوس انفكشن، زي ما احنا شايفين ادي الهيرشاف. تمام، وادي النيتس عامله شيلد حواليها، تمام، ولازقه على الهيرشاف، تمام، وماسكه فيه. ازاي نتخلص من نيتس دي اكتر حاجه
يعني انت ممكن ايه اكتر حاجة بتبقى صعبة في علاج الاطفال دول. النيدز اللايس اكس دي ايزر تو سي ذان ذا لايس. هل احنا بنشوف النيدز ولا بنشوف الحشرة نفسها؟ انا بشوف النيدز اكتر. اهي نيدز اهي دي فايبل نيدز من فوق اهي وماسكه في الهير شافت، تمام. وادي شكلها بالنسبه لي، وادي الامبريو جوه هو لسه هيفقس بقى ويطلع عشان ايه يبتدي يمشي بقى ويزيد ويلعلع. وادي دي في الصوره التانيه. مهم قوي نعرف الموست كومن سايت اوف افكشن، يعني اول ما تبص كده تدور فين، هتدور فين؟ اوكسيبيتال بوست اوريكولار اريا اوف ذا سكين. اكتر كومنز بتحب الاماكن دي، اكتر مكان دافي ودايما مكان التوك بتاعت الايه البنات. سكند بكتيريا انفكشنز كومن، سكالب امباتايجو بنشوفها معاهم. طيب تاني حاجه هفحصها، اول حاجه هفحصها سكالب، هبص على الاماكن اللي قلنا عليها. بعد كده هفحص الليمف نود، هبص في ليمف نود ولا لا، نشوف ايه، بدور على السيرفايكال ليمف نود موجوده والاوكسيبيتال كمان، ان هو ده اماكن اوكسيبيتال بوست اوريكولار. هشوف السيرفايكال، لازم افحص السيرفايكال ليمف نود والاوكسيبيتال ليمف نود. لو انلارجد ده معناه ان في سكند بكتيريا انفكشن، ولازم ابدا علاج البكتيريا انفكشن في الاول قبل ما ادي اي علاج. تريتمنت سهل، ان احنا نشخص البيكيلوزس، بنشوف النيتس وبنشوف الايه الحشره نفسها. عشان اعالج لازم ابدا بعلاج البايوجينيك انفكشنز الاول بسيستميك انتي بايوتكس وتوبيكال انتي بايوتكس. طيب هدي انتي بيديكلس ايجنت جيفنج ان تو ابلكيشنز، برضه نفس النظام في السكيبس كله. البارازايتس بالنسبه لي اول يوم وبعد اسبوع. ليه؟ تو كيل اني نيتس which have survived the first treat. اللي هربت من العلاج الاولاني حصل لها اسكيبنج، هنبتدي تاخد السكند لاين اوف تريتمنت تاني مره هتبتدي تتحسن. ايه الانتي بيديكولس ايجنت اللي احنا بنستعمله؟ البرميسرين في التشيلدرن 2.5 وفي الادلت 5%، مالاثيون 0.5، بنزايل بنزويت ايمالشنز، ياما بنزين هيكسا كلورايدز، والاورال ايفرميكتين. دول بيستعملوه زي ما بنستعمل انتي بيديكولس ده، بيدلك فروه الراس بالتوبيكال تريتمنت وبيسيبه على فروه الراس من 6 ل 8 ساعات وبعدين تغسله، تمام، وبعدين تعيده بعد اسبوع. طيب في خلال الاسبوع ده ممكن اديها اي شامبو يحتوي على انتي بيوديكولس ايجنت، او نستعمل حاجه مهمه جدا، ممكن نستعمل ميه وخل. طيب ايه ميه وخل؟ الفكره ان الخل ده اسيتك بيبتدي يدوب الشيلد بتاعت النيتس اللي ماسكه في الهير شافت، فتبتدي النيتس تبتدي تفصل من الهير شافت وايه وتقع. مهم جدا نسرح شعر الاطفال ده اللي عندهم انفكشنز بفلايه مش تضيق عشان نقدر ناخد النيتس معانا. مهم جدا 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 علاج ده، لان ده بيحصل له سبريدنج سريع جدا، تمام. ريموفال اوف ريمينينج ايجز ويز ا فاين توث كامب وفينجرز، قلنا زي ما قلنا الخل. هنتكلم عن حاجه ثانيه، قلنا ده الكابيتس بيديكيلوزس. كابيتس هنتكلم عن الهيومن سكوربوروس بقى، بودي اور كلوزنج جلوفز. ايه بقى الفكره؟ فكره ان بتاعت البيديكيلوزس كوربوروس دي الناتشرال هابتس بتاعتها از ذا كلوزنج اوف ذا هوست. الثانيه كانت قاعده عندنا على الهرشه، وعندي السكيبس كان معاه بارو وقاعد في الايبيدرمس، لكن هنا بقى الناتشرال هابتس بالنسبه لنا قاعد في اللبس نفسه، في الكلوزنج بتاع البيشنت. And it's only visitless scan to feed. وفقط بيطلع يزور الجلد ياكل ويشرب ويرجع تاني يقعد في مكان. Itching is the main complaint. طب الايتشنج ده عندي من ايه؟ طب ما هو قاعد في الايه؟ في الكلوزنج. الايتشنج ده result from sensitizations to salivary antigen. Antigen salivary antigen اللي بيطلع من البيديكيلوزس كوربوروس ده هو اللي بيعمل لي الاريتيشن ويعمل لي الاتشنج. وقلنا الاسمبتوماتيك كيسز اوكير في النون سنسيتايز بيرسونز والناس الاكواير تولرنس تو ذا بايتس. الناس اللي بتتقرص كتير كده بتكون متعوده فما بتحسش باي ايه اتشنج. الناس اللي قاعدين في اماكن فيها حشرات كتير جدا فمتعوده بقى انها تتقرص ما بتحسش بالاتشنج، بتقول لك انا مش حاسس بحاجه.
الليجنز بنشوفه ازاي؟ الليجن مينلي سكراتش مارك فروم ذا اتشينج، واكسكوريشن اللي بيشخص لي الحاله حاجه واحده بس اللي هي الهيموراجيك سبوت، بلاقي نقط دمويه موجوده على الجلد وكمان على الايه؟ على اللبس. ساكن البكتيريال انفكشنز ار كومن. هعالجه ازاي؟ طبعا لازم اغلي الهدوم عشان هي ده سورس اوف انفكشنز بالنسبه لي، تعملي كيلينج لللايس والايكس، وادي انتي بيديكولس ليجنز ابلايد تو ذا بيشنت. زي ما بعالج البيديكولوزس كابيتس بعالج البيديكولوزس كوربورس. مهم جدا، تقول لك زي ما في امل للشعر في امل للجسم هيمسك. والناس اللي عندها الرجاله اللي بيبقى عندهم شعر في جسمهم سهل جدا ان يجي لهم ايه؟ بيديكوليز. بيجوا اكتر في الهير بتاع الشست اجزلة، تمام، في الجسم بصفه عامه دي الاماكن. هنتكلم عن السيروس بيوبس. السيروس بيوبس ده برضو عندي اللايس بتكون موجوده في الهيرز بتاع البيوبيك اريا، فهنلاقي اللاوس هنا الكيوبيك او الكراب لاوس is quite distant in the appearance. زي دي بقى بتيجي في الاكزيلري هير، اي براو والاي لاشز، الشعر اللي موجود في الاماكن دي. تانية بتيجي في الجسم ودي بتاخد الاكزيلري والجينيتال اريا والاي براو والاي لاشز. ترانسميتد باي كلوز فيزيكال كونتاكت يوجوالي سيكسوال، ساعات بيعتبروها دي بقى سيكسوال، واحد عنده وحصل في سيكسوال انتركورس حصل له انفكشنز. كلينيكال بيتشر بتاعته شايفينها هنا اهي، ده في الايه؟ ده في الاجزيلا اهو شايفينه. سيفير اتشنج وفي البيوبيك اريا، تمام، ده ريد سبوتس في الاندر ويرز زي ما كنا شايفين برضو في الكوربورس، كان فيه هيموراجيك سبوتس بالنسبه لي، دي البارازايت اكسكريتا، تمام. طيب هنعالجه بايه؟ عندي لايس واكس وكل ده اتاتش اهي، اللاوس اكس لاوس اكس عندي اتاتش تو ذا هير شافت برضو. هعالجه بايه؟ هعالج السيروس بيوبس، مهم جدا اعمل شافنج للبيوبيك اريا، دي اهم فيرست ستيب في التريتمنت، وهديله ملاسيون افكتيف اجينست الكراب لايس. يبقى معناها البوديكلوز زي ما بيجي في السكالب عندي في البودي، عندي في الجينيتال اريا، ممكن يجي في الاكزيلري هير، اي براو، اي لاشز، وارد جدا ما نستبعدوش. لازم نحفظ اسامي الانتي بيديكولوس تريتمنت ونعرف ايه هي الانستراكشن اللي بنقولها للعيان. هنشوف الحالات في العياده، واي اسئله عايزينها تحضروها عشان ايه نجاوب عليها لو في اي استفسار، تمام. Thank you.